السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. خبر مفرح، الواحد دايما لما بيتابع حاجات على السوشيال ميديا وتكون يعني في تخصصنا احنا في كرة القدم والبطولات وكده ببقى فرحان جدا. طبعا كلنا عارفين ان الشهر اللي جاي يعني بعد اسابيع قليلة اسبوعين ثلاثة هتبدأ المنتخبات الافريقية بتاعتنا في المباريات تصفية افريقيا، وحشنا فعلا لان احنا اهتمامنا الاكبر بالمنتخبات، فشيء جميل جدا ان انا طبعا هو خبر اكيد يعني مش اكيد هي مواقع بتكتب، بس انا فعلا لما قريتها من كذا موقع وفي ناس عاملة فيديوهات، انا في ناس جزائريين عاملين فيديوهات للموضوع ده وانا بحترم الناس دي لان الناس دي عندها مصداقية، لكن هو الخبر مش اكيد، لازم أأكد عليكم إن الخبر مش أكيد، ولكن هي من كذا موقع ومن كذا فيديوهات الخبر أنا حبه قوي إن جمال بالماضي هيدخل في القائمة الموسعة 40 لعيب أو 45 لعيب، لعيبة من منتخب المحلي يستحقوا، يستحقوا، في لعيبة كانت مقاتلة، في لعيبة كانت على أعلى المستوى، مثال بالخيطر حسام الدين مرزي اللي هو واخد احسن لاعب في البطوله، فمن حقهم انه يكونوا متواجدين مع المنتخب، يبقى ياخدوا فرص اقصد يعني، فشيء جميل جدا وانا مبسوط، ومكتوب فعلا ان جمال بالماضي في المفكره بتاعته او الاجنده بتاعته وبعت في الاتحاد الجزائري الاسماء فيهم اسامي خمس لعيبه من منتخب الجزائر للمحليين اللي هو كندوز الحارس، بصراحة يستحق، رائع، راجل كندوز، بالخيطر، بالعيد، شعيب كداد، كل دول في الدفاع ده أربعة، وحسام الدين مرزيق خمسة، بالخيطر وحسام الدين مرزيق مرزيق وشعيب وبالعيد اتنين في الدفاع، وبالخيطر وحسام أربعة والحارس خمسة، شيء جميل جدا ومبسوط جدا انه ما استدعاش محيوس الراس الحربة برغم انه قدم مردود كويس، لكن لعيب الكرة بيتعامل مع جمهور، كرة القدم معمولة عشان الجمهور، كرة القدم مش معمولة، في كرة قدم بتلعب في الشارع على فكرة وفي المدارس وفي، لكن كرة القدم المنتخبات والأندية تتعمل علشان الجماهير تتابعها، البطولات اللي بيدعمها الجماهير، بطولة ما فيهاش جماهير خالص بتجيها بتتلغي البطولة، فلاعب الكورة هو بيتعامل مع الجمهور، أنا لما كنت بلعب في المنتخب وسجل هدف بجرع الجمهور، بحيي الجمهور وبفرح الجمهور، وأول حاجة بنقولها بعد كل بطولة الحمد لله إن إحنا ما روحناش الجماهير دي حزينة، الحمد لله إن فرحناهم، هدفك دايما إنك أنت، لان هو الجمهور هو الداعم الوحيد والاصلي للاعب والمدرب ورئيس النادي وكله، هو الداعم الجمهور، فلما يجي لاعب يكون سبب من الاسباب ان يخسر فرقته، الهدف لو كان جه كان اللي هيشيل الكاس جمهور الشعب الجزائري، لكن لما محيوس عملها بطريقه غريبه بدل ما يقول انا حزين ان انا زعلت الجماهير وانا حزين وسامحوني، والله في ناس كتيرة هتقف معاه، في ناس كتيرة هتقف معاه، لكن لما يطلع يقول ده أدائي ودي لعبتي ودي طريقتي، يبقى أنت كده بتقول أنا مش هممني الجمهور يزعل وما يزعلش، فاللي مش همه الجمهور ومش عامل حساب للجمهور لا يستحق أن يمثل الجمهور، لكن أنت لما بتلبس تيشيرت المنتخب بلدك، التيشيرت ده بتاع الجمهور، اسم البلد هو اسم عنوان مش روح، هو اسم، مصر الجزائر هي اسم كده، بس مين اللي بيمثل مصر بيمثل الجزائر؟ هو الشعب، هو الجمهور، فانا لابس تيشيرت الجمهور، الجمهور لو انا مش عامل حسابه وما يهمنيش يبقى انا لا استحق ان انا البس التيشيرت، انا بقول الكلام ده عامه يعني.